يلقب بفتى العراق الأول، اختارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الطفل مصطفى قصي صدام حسين كأبرز طفل في القرن 21 لشجاعته المذهلة في مقاومة الاحتلال الأمريكي أثناء محاصرتهم له في أحد بيوت مدينة الموصل مع والده قصي وعمه عودي، حيث قتل الطفل مصطفى 13 جنديا أمريكيا بسلاح قناص. وقالت الصحيفة بوصف ابن نجل الرئيس الشهيد صدام حسين بأن شجاعته لا يمتلكها إلا قلة نادرة ممن هم في عمره في المرحلة الراهنة. وعلى الرغم من صغر سن مصطفى الذي بلغ حين مقتله 14 عاما، إلا أنه قاوم ببسالة حتى النهاية، حتى بعد مقتل والده وعمه أمام عينيه خلال المعركة التي استمرت لسته ساعات متواصلة، واستخدمت فيها قوات الاحتلال الأمريكي الصواريخ المضادة للدروع. كما قال الكاتب البريطاني روبرت فيسك، قامت الفرقة 101 المحمولة جوا، ومعهم 400 من الجنود بحصار البيت المتواجد فيه عودي وقصي. وبعد مقتلهما تبقى الطفل مصطفى أندرسكور نجل قصي صدام حسين أندرسكور، فقام هذا الشجاع بالمقاومة حتى قتل هو الآخر. لو كان لدينا في بريطانيا مثله وقام بما قام به لصنعنا له تمثالا في كل مدينة بريطانية، ولجعلنا من بطولته النادرة مساق بحث يقرأه تلاميذ المدارس كي يكونوا على بينة من الصغر كيف تكون الرجولة وكيف تكون الشجاعة.